كوكب الأرض اللي احنا عايشين فيه أو الكرة الأرضية هذه اللي عايشين فيها بلغة الأرقام. أبسط لك بعض الأرقام من إحصائيات جمعتها وحطيتها، بس بوصل لك أنت وين عايش ومنو اللي معاك عايش على نفس الأرض وفي نفس الوقت الآن. إحصائية الأمم المتحدة ب 2017 تقول أن اللي عايشين على الكرة الأرضية 7.5 مليار إنسان، المليار 1000 مليون، فبالتالي اللي عايشين على الكرة الأرضية 7.5 مليون إنسان. سكان الأرض أو سكان الكرة الأرضية بشكل عام، منو تتوقعون أكثر، عدد الذكور أم عدد الإناث؟ سبحان الله وسبحان الخالق اللي قدر هذه الأرقام ووازنها. إجمالي سكان الكرة الأرضية 7500 مليون، صح؟ الفرق بين الذكور والإناث بس 65 مليون. عدد الإناث في الكرة الأرضية 3.717 مليار، وعدد الإناث 3.783 مليار، يعني الفرق بينهم بس 65 مليون. تخيل إجمالي 7.5 مليون والفرق 65 مليون بس. سبحان اللي قدر هذه الأرقام. أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية هم من فئة الشباب اللي أعمارهم أقل من 30 سنة. بشر فيهم اللي يتوفاه الله بعمر صغير وفيهم اللي يتوفاه الله بعمر كبير، ولكن متوسط عدد الأعمار في الكرة الأرضية بالوقت الحالي هو 71 سنة. الكرة الأرضية بالوقت الحالي فيها 196 دولة، عدد دول العالم 196 دولة، نص عدد سكان دول العالم هم ب6 دول بس. أكثر من ثلث سكان الكرة الأرضية هم بس بدولتين، الهند والصين. هذه قائمة بالدول الستة الأكثر سكان في الكرة الأرضية، ولاحظوا الفرق البسيط اللي بين الصين أكثر دولة بالعالم فيها سكان واللي بعدها الهند، لاحظوا الفرق البسيط بينهم. والصين فيها قانون الطفل الواحد، أما الهند ما شاء الله قاعد يتزايدون سنويا 15 مليون، والإحصائيات تقول أن في 2025 يعني بعد 6 سنوات الهند هي راح تصير الدولة اللي فيها أكثر سكان بالعالم وراح تتخطى الصين. دولة نيجيريا تعتبر أكبر مجتمع فتي بالعالم، ليش؟ لأن أكثر من نصف السكان، أكثر من نصف سكان الدولة أعمارهم تحت 15 سنة. أما في دولة مثل دولة موناكو أكثر من نصف سكان الدولة أعمارهم فوق 50 سنة. أما دولة مثل دولة ألمانيا عدد الأطفال فيها قليل وعدد الشياب فيها قليل، فمعظم سكان الدولة هم في سن العمل بين 25 سنة و55 سنة. عدد سكان دولة صغيرة مثل بنغلاديش أكثر من عدد سكان أكبر دولة في العالم من حيث المساحة روسيا. الكيلومتر الواحد في روسيا يعيشون فيه 10 أشخاص، أما الكيلومتر في بنغلاديش يعيشون فيه 1100 شخص. أنا صراحة زرت بنغلاديش في 2009، لما توصل بنغلاديش وتطلع بالشارع تكتشف شنو خلل البلد وشنو مشكلة البلد وشنو سبب الفقر الشعب البنغلاديشي، كثرة الشعب البنغلاديشي رغم صغر الدولة. عايشين على الكرة الأرضية يحتاجون لغة للتواصل بينهم وبين بعض، شنو تتوقعون أكثر لغة مستخدمة من سكان الكرة الأرضية؟ أكثر لغة مستخدمة بين سكان الكرة الأرضية 12% من سكان الكرة الأرضية يتكلمون لغة المندرين أو اللغة الصينية. بعدها تجي اللغة الأسبانية اللي تتكلم فيها دولة أسبانيا وكل الدول اللاتينية اللي في أمريكا اللاتينية والمكسيك وجنوب أمريكا. بالمرتبة الثالثة وفرق بسيط بينها وبين الأسبانية تحتل اللغة الإنجليزية اللي كلنا كنا نعتقد أن هي بالمرتبة الأولى، ولكن صحيح هي بالمرتبة الثالثة على مستوى عدد المتحدثين باللغة الإنجليزية، لكن هي رقم 1 على مستوى الإعلام العالمي. قائمة اللغات هذه اعتمدوا بالقياس فيها على حسب المتحدثين الأصليين باللغات هذه، يعني المتحدثين الأصليين باللغة الإنجليزية مو العرب اللي يعرفون إنجليزي أو الصينيين اللي يعرفون إنجليزي. ديانات سكان الكرة الأرضية أكثر من 31% من سكان الكرة الأرضية يعتنقون الديانة المسيحية، بعدها الديانة الإسلامية ب23% من سكان الكرة الأرضية، وبعدها اللادينيين أو الملحدين والهندوس وغيره. فالديانات الأكثر انتشارا في الكرة الأرضية هو الدين الإسلامي، وتقول الإحصائيات أن لو قسنا عدد الوفيات وعدد المواليد في كل ديانة سيكون بإذن الله في 2055 الدين الإسلامي هو الأكثر اعتناقا من بين سكان الكرة الأرضية. الفجوة والفرق بين الفقر والغنى في الكرة الأرضية مسافة شاسعة جدا. عشان أوضح لك الصورة، 26 شخص من أثرياء الكرة الأرضية يمتلكون ثروة هي نفسها
الثروة اللي يملكها 3 مليار و800 مليون إنسان من أفقر سكان الكرة الأرضية. يعني أقدر أقولك إن 26 شخص من سكان الكرة الأرضية يمتلكون ما يمتلكه نصف سكان الكرة الأرضية. هذه بعض الأرقام والإحصائيات اللي جمعتها ببساطة من الإنترنت ومن مصادر مختلفة، وحطيت لكم إياها ولخصت لكم إياها بالدقائق اللي طافت. إن شاء الله تكونون استوعبتوا حجمكم في الكرة الأرضية.